بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب بي أن أحيي الجميع في هذه الأمسية الجميلة، وأيضا نحن الآن على موسم ثقافي جديد، وبالأمس القريب التقينا هنا مع جميع الأحبة الموجودين، وكان بمعيتي دكتور طلال سندي استشاري الأنف والأذن والحنجرة في هذا الموسم الثقافي. نشكر أيضا المركز عبد الرحمن كانو لدعوته للدكتورة مها إبراهيم السندي اختصاصية أمراض الأورام بمجمع السلمانية الطبي. أقدم الدكتورة مها. أهلا وسهلا فيك دكتورة مها في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. الدكتورة مها إبراهيم السندي خريجة جامعة الجراحين الإيرلندية بتقدير امتياز عال في عام 2008. عملت كطبيبة مناوبة في مستشفى بومنت في إيرلندا، وتحديدا في دبلن حتى عام 2011. بعد تخرجها انضمت العمل في وزارة الصحة في مستشفى السلمانية الطبي، حصل على البورد العربي في تخصص الأمراض الباطنية، كما أنها حصل على الماجستير في علاج الأورام السرطانية من جامعة كوين ميري البريطانية. عضوة في الرابطة البريطانية لطب الباطنة، كما أنها حصل على الشهادة البريطانية في طب الأورام. حاليا هي اختصاصية في مجمع السلمانية الطبي. أهلا وسهلا دكتورة مها السندي، ومحاضرتنا اليوم ستكون عن السرطان، الوقاية والعلاج. تفضل دكتورة مها. مرحبا، شكرا لاستضافتكم. لي وسعيدة بلقاكم جميعا. فإن شاء الله بس شوي اليوم نخبركم عن مرض السرطان، بعض يعني وقائع ويعني بعض الأشياء البسيطة بس عنها، ما هي يعني الأورام الأكثر شائعة، شلون الوقاية منها، وهي أهم شيء. في البداية طبعا أقول ما هو مرض السرطان. طبعا مرض السرطان هو أي خلايا موجودة في الجسم ممكن تحصل في أي عضو من الجسم، تتكاثر بصورة غير منظمة وبطريقة غير نفس ما نقولها يعني بدون حد. أوكي، فممكن هاي الخلايا تتكون إلى ورم، والورم ممكن أن لا سمح الله أن ينتشر من خلال الدم والغدد اللمفاوية إلى أعضاء أخرى، مثلا الرئة أو الكبد والأخرى، وهاي نسميها ثنويات. فطبعا لو نشوف أول شيء المهم إن نعرف، وفي الواحد يعرف شنو الأورام اللي أكثر شائعة خاصة في منطقتنا إحنا في الخليج أو في الشرق الأوسط. طبعا المرض اللي يحتل المركز الأول هو السرطان الثدي، ويليه طبعا سرطان الرئة. طبعا يختلف هاي عند النساء وعند الرجال، فعند الرجال يكون سرطان الرئة، عند النساء سرطان الثدي، يليه سرطان القولون، وبعده يليه سرطانات أخرى مثلا سرطان الكبد أو المثانة والغدد اللمفاوية. فلو نشوف بس الإحصائيات في البحرين، طبعا الإحصائيات في البحرين أكبر عدد مسجل للأورام هو الأورام سرطان الثدي الذي يصاب به النساء، ويليه طبعا سرطان الرئة، ويليه سرطان القولون. هاي الإحصائيات من 2011. ويلي سرطان الرحم والمبايض. فأول شيء يعني على طول يمكن حواج مرضى يسألونه شنو اللي سبب لي يعني الورم هون؟ هنقول هو عبارة عن شيئين. أول شيء في ناس عن طريق وراثي، فالجينات تلعب دور. والشيء الثاني البيئة اللي الواحد عايش فيها، نمط الحياة، طريقة الحياة، الطعام، الحركة، الغذاء، هالأشياء. يعني شبه نفس ما عندك مثلا عندك مسدس وفي داخله بولت أو في داخله يعني شيء، بس في شيء يحفز الورم. يعني كلنا ممكن عندنا خلايا ممكن تكون موجودة في الجسم، بس الجسم يقدر يتغلب عليها. ولكن في الناس اللي يكون عندهم هالخلايا تتحول إلى خلايا ورمية، يكون عندهم أكثر قابلية من خلال ممكن خلل جيني أو من خلال
أشياء كثيرة ممكن تصير في البيئة اللي حوالينا. فطبعا على طول في أشياء ممكن ندير، ممكن نفكر شنو هي أسباب الأورام. في أشياء نقدر نتحكم فيها، في أشياء ما نقدر نتحكم فيها. الأشياء اللي لا، أول شيء على طول نبتدي الأشياء اللي ممكن لا نتحكم فيها، مثل الجينات. أحد يكون عنده أهله وعنده أو أهل مصابين، أو في العائلة يكون أكثر من شخص ممكن يكون مصاب بأورام. إحنا بعض الأورام تتوارث، مثلا الأورام أصلا سرطان الثدي، ممكن أعطيكم سمعنا عنها، وسرطان الثدي خاصة ويا المبايض تكون مرتبطة، وفي خلل في الجينات أحيانا تكون، أو في أحيانا إحنا نسميه نفس ما كلاستر أوف كانسرز، يعني مو شرط إنه يكون خلل في جين معين، ولكن العائلة نفسها تكون عندها أكثر عرضة بالإصابة إلى أورام السرطان. فمثلا هاي مثلا سرطان الثدي، سرطان المبيض، سرطان المعدة، البنكرياس، سرطان الجلد، أوكي، القولون، والرحم، والبروستاتا. طبعا وقت اللي نفكر في الأشياء اللي ممكن نتحكم فيها، نشوف الأسباب الثانية اللي ممكن تسبب الأورام. مثلا التدخين، أوكي، طريقة مثلا طريقة نفس ما نقول احنا الطعام او الدايت مال الشخص. احيانا في بعض الالتهابات الزايد للعرضة حق الاورام، مثلا التهاب الكبد الوبائي هيباتيتس بي او سي، يمكن بعضهم يعرفونه. الاشعة، مثلا الاشعة الشمس، خاصة عند الناس اللي مثلا اكثر عند الاوروبيين والامريكيين، يعني اللي يكون اكثر عرضة حق صرفهم سرطانات الجلد. في أسباب أخرى، مثلا إذا أحد كان عنده سابقية أو كان تعالج بالعلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، طبعا هاي يكون أكثر عرضة، لأنه بسبب الخلل اللي ممكن يصير في الجينات من خلال هاي العلاج. وطبعا هناك أسباب أخرى، مثلا عوارض ممكن تكون لها علاقة بالعمل نفسه، خاصة لو يمكن رجعنا قبل 40 أو 50 سنة، الناس كانوا يشتغلون في السفن، أو في مادة كانت الأسبستوس تستخدم في صناعة السفن وهالأشياء، وهي يعني كانت مرتبطة ب في سبب نوع خاص من أورام الرئة اللي هو ممكن يصير احنا نسميه ميزوثيليوما. وطبعا في أصباغ، بعض الأصباغ نشوف إن ممكن تكون لها علاقة، خاصة ب الناس اللي يشتغلون في مثلا مهنة مثلا يشتغلون في الصباغة، يكونون أكثر عرضة حق سرطانات المثانة. ولكن جزء كبير من هاي الاورام اللي خاصه الاكثر شائعه، هاي الاورام احنا نقدر نقي نفسنا منها، احنا نسميها preventable cancers. فلان الاسباب اللي تسببها هي كلها اشياء لو احنا نوقف منها نقلل احتمالاتها ممكن الواحد يصيبها. مثلا شنو، خاصه يعني 40% من الاورام ممكن ان الواحد يحمي روحه منها. طبعا هو مثل ما نعرف التدخين، زيادة الوزن أو كتلة الجسم من المعدل الطبيعي ممكن يزيد العرضة حق الأورام. الكحول، الأشعة مثلا UV light الأشعة، الرياضة، والتغذية، طريقة التغذية. وطبعا من يكون من أكثر شيء يعني اللي مسبب نفس ما نعرف إن التدخين هو واحد من الأسباب الرئيسية حق أمراض السرطانات، ممكن إنه يصير الناس الغير مدخنين بس في نسبة وايد أقل. وحتى مثلا زيادة الوزن أو زيادة كتلة معدل الجسم، يعني هاي الحين مرتبط في تقريبا معظم أنواع الأورام. فلو نشوف بالضبط عن التدخين، وما هي يعني هو ليس فقط محصر على أورام الرئة أو أورام مثلا الصدر، ولكن هو ممكن يسبب أي زي العرضة حق أي أورام مثلا احنا ما نسميه البلعوم، اللي ممكن تصير في الرأس أو في الرقبة، أورام المثانة، المعدة، القولون، الرحم، ونفس ما الآخر. طبعاً زيادة الوزن نفس ما قلنا، زيادة الوزن لأن هاي في أورام تكون حساسة حق مثلاً المعدل الدهون الموجودة، وفي يعني أكثر من نظرية أن الدهون الموجودة في الجسم تسبب نوع من الالتهاب. وهذه الالتهاب يزيد العرضة حق الخلايا، إن مثلا يكون فيها مثلا خلل في الجينات، فمن كذي يزيد العرضة حق الأورام.
الحين في يعني في كلير لينك او في نفس نقول واصل او رابط واضح ما بين زياده الوزن والاورام. فايش كثر من هاي لو نفكر 20% من اورام النساء لها علاقه بزياده الوزن و14% من اورام الصرف الرجال لها علاقه بزياده الوزن. ما هي يعني اكثر شيء خاصه عند النساء الاورام الثدي؟ يليد اورام القولون الى بعدين اورام الرحم واورام البلعوم والمريء. فكيف الواحد ممكن ان يقي نفسه من السرطان؟ طبعا اول شيء تعال عن الاشياء المسببه للسرطان، لازم نعرف ان مثلا واحد من اسباب السرطان هو التدخين. فالمهم ان الواحد ما يدخن، لو كان يدخن يحاول انه يحصل على طرق او ممكن يشوف طرق انه يقف عن التدخين، تجنب مثلا تعرض الى الشمس مباشره، مثلا متابعه دوريه عند الطبيب. ومهم انه يعني كل شخص يعرف ما هو او ما هي مثلا التحاليل او ما هي طرق الكشف المبكر للسرطانات. التناول الغذاء يعني مثلا احنا نقول متزن، الحرص على اخذ اللقاحات اذا كانت متوفره. اوكي يعني طبعا توقف عن التدخين هاي اهم شيء ممكن الواحد ممكن يسويه حق حمايه صحته. فطبعا هاي يقلل مو بس احنا نقول الريسك حق اللونج كانسر او يعني يقلل النسبه حق سرطانات الرئه، بس بعد امراض القلب وامراض وحتى اذا مثلا يمكن حتى في ناس يفكرون حتى لو انا اوقف في نسبه يعني او في عمر متاخرا ما في فرق، بالعكس كل ما الواحد يوقف حتى لهاي تحاول انت تقلل فرصتك من يعني مثلا الاصابه او الزياده بالاصابه بالاورام. ان نحاول يكون الوزن خلال معدل طبيعي لكتله الجسم. طبعا ممارسه الرياضه يعني الاكل الصحي هاي وايد مهم، وتجنب يعني زياده في الوزن. طبعا النشاط البدني، طبعا اللي ينصحون فيه اللي ننصح فيه تقريبا على طول يكون 150 دقيقة، اللي هو تقريبا معدل ساعتين في الأسبوع. أو يعني ساعتين شوي في الأسبوع. برياضة وتناول الطعام الصحي مع التركيز على الأطعمة النباتية، والسبب يكون لأن يعني نحاول نبتعد من مثلا اللحوم أو الأكل المصنع اللي يكون فيه نسبة عالية من مثلا المواد الكيميائية أو المواد الحافظة. لانه هاي في ارتباط خاصة بامراض او سرطانات القولون، من زايد العرضة لسرطانات القولون. طبعا بس ببتدي عن شلون ما هي اعراض خاصة الاورام الشائعة، ما هي الاعراض اللي ممكن الواحد يعرف عنها او المفروض يعرف عنها، وكيف ممكن الطريقة الكشف المبكر لها. طبعا بس ببتدي بسرطان الرئة. طبعا الاعراض اللي ممكن تكون مثل اعراض كحة، ممكن المدخن انه يكون عنده كحه مزمنه، ولكن هاي الكحه مثلا تتغير بعد فتره، تكون مثلا اكثر تصيبه في الليل او ممكن قاعده من النوم، او كحه ما تروح، او ممكن انه يكح بس يكون في دم في الكحه، ممكن انه يكون نزول في الوزن، نزول يعني في الوزن بدون يعني سبب، الم في الصدر، ضيق في التنفس اللي اكثر من الطبيعي عنده. فهاي الاعراض كلها اعراض اللي المفروض تستدعي الشخص انه يذهب الى زياره الطبيب. طبعا شلون الكشف المبكر او ما هو الكشف المبكر لسرطان الرئه؟ ممكن وايد ناس يعرفون عن هاي الشيء. طبعا الحين في نفس ما نقول احنا ريكومنديشن او في نصائح ان حق الناس المدخنين اللي سنهم 55 او اكثر، المدخنين بشراكه ان حق اشعه مقطعيه بصبغه مخففه تعمل سنويا. والهدف من ذي التقاط الورم على طول، الهدف من اي كشف مبكر هو التقاط الورم في مرحله مبكره. يعني كل ما التقاط الورم في مرحله مبكره زالت الفرص بالشفاء التام. فهاي الهدف من بالنسبه حق سرطان الثدي. طبعا اعراض سرطان الثدي ممكن تكون كثيره، مثل الم في الصدر،
ظهور كتلة، تغير في الجلد اللي حوالين الصدر، تغير في الحلمة، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، نتوءات، حتى تحت الأبواب ممكن تكون، إحنا نقولها إحنا نشبهها على طول، يعني ممكن يكون بالجلد البرتقالي، ممكن يصير نوع من تغير في الجلد، إحمرار في الجلد. فكيف ممكن واحد يكشف عن هاي الشيء مبكر؟ طبعاً أول شيء يمكن ونعلم المفروض بناتنا ونعلم عيالنا من سن مبكر إن الواحد يفحص روحه. كل ما الواحد يفحص روحه يعرف ما هو طبيعي له، فيعرف وقت اللي يلتقط الشيء الغير طبيعي في وقت مبكر. فزيارة الطبيب للفحص الكلينيكي والماموجرام، طبعاً الماموجرام ننصح فيه في سن في البحرين في سن الأربعين. في سن الأربعين كل سنة أو كل سنتين يعتمد على نفس ما نقول المخاطرة اللي موجودة عند الشخص. إذا الشخص عنده مثلا أكثر من فرد مصاب بسرطان الثدي أو أحد في العائلة ممكن يصير، أو عنده بعض عوامل خطر لزيد الفرصة من إصابته بسرطان الثدي، فننصح بالعمل بالماموجرام سنويا. طبعا الماموجرام هي أشعة سينية وهي أشعة ضابطة، وهي يعني اقل ضررا من الاشعه اللي ممكن تاخذ في عند طبيب الاسنان. فوايد ناس ممكن احنا نخاف نسوي ماموجرام يصير لنا كانسر، بس نقول لهم تحتاجون يمكن يعني اكثر من 70 اكس راي عشان يعادل مثلا نسبه ان خطره حق ان الواحد يصيده كانسر من الاكس رايز. فطبعا هو على طول قرار، كل ما الورم مكتشف في مرحله متاخره اكثر كل ما زادت الفرص ان الورم مثلا ينتشر، او زادت الفرص ان مثلا او قلت فرص الشفاء الكامل. بينما كل ما نلتقط الورم في مرحله مبكره زادت الفرص من الشفاء الكامل. بالنسبه حق سرطان القولون، طبعا سرطان القولون مهم ان احنا في ناس ما يكون عندهم اعراض، 7 من كل 10 اشخاص عندهم او تشخصوا بسرطان القولون ما كان عندهم اعراض. فما هي ممكن اعراض سرطان القولون؟ ممكن يكون الم او مغص في البطن، يعني ما يروح، اوكي، او يعني تغير في في مثلا احنا نقول في اسكم الله مثلا الخروج، او تغير في طريقه الواحد يروح الحمام فيها، يكون في عنده اسهال امساك او مثلا امساك ويليه اسهال، ممكن يكون دم ممزوج في الخروج، او الخروج ممكن لونه اسود. ممكن اعراض ثانيه مثل تعب عام في الجسم، ارهاق، نزول في الوزن، انتفاخ في البطن، اوكي، غثيان او استفراغ. فشلون الواحد ممكن انه يحمي روحه من سرطان القولون؟ طبعا احنا كل هالاشياء انها مثلا واحد وقف تدخين وياكل اكل صحي ويسوي رياضه وهالاشياء، ولكن المؤسسات العالميه تنصح بالكشف المبكر لسرطان القولون. وهو عباره عن اكثر من 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 يوجد اكثر من طريقه لعمل ذلك. فطبعا اي شخص اكثر من سن الـ50 ننصح بالكشف المبكر. طبعا هاي يختلف طريقه الكشف المبكر تختلف على اختلاف وجود خواطر ولا موجود مثلا عوامل مخاطره حق الشخص ولا لا. في طريقه اللي هو عن مثلا تحليل الخروج عشان تشوف اذا هل وجود مثلا دم في الخروج، احيانا الدم ممكن ما ينشف بالعين المجرده، ولكن بهاي التحليل ممكن يكون ايجابي. اذا كان ايجابي طبعا على طول ننصح ان المريض يسوي له او يسوي نفس ما نقول منظار، اوكي، ممكن يكون بالمنظار او ممكن يكون بالاشعه سي تي سكان او اشعه سي تي. ف نفس ما قلنا ممكن يكون منظار القولون كامل، منظار القولون جزئي، عمل اختبار الدم في البراز، او أشعة المقطعية. سرطان عنق الرحم هو بعد واحد من السرطانات اللي ممكن احنا نغير نفسنا منها، لأن كل هالسرطانات اللي ممكن تصير في وقت يعني الخلايا تكون غير طبيعية قبل ما تتحول إلى خلايا ورمية. الهدف من اكتشاف أو من الكشف المبكر هو كشف الخلايا وهي في قبل تحولها لخلايا ورمية. يعني اول ما تحول لخلايا ورميه طبعا
الشانس انه يكون انتشاره ويكون مثلا انه يتحول لورم اكثر. فالهدف انه على طول هو كشف الورم في مرحلة تكون خلايا غير طبيعية فممكن استئصاله بالكامل. طبعا ما هي اعراض سرطان عنق الرحم؟ ممكن يكون نزيف ما بين دورة شهية، حرقان، افرازات غير طبيعية، فقدان الشهية، احيانا الم في البطن، الم في الظهر ممكن يصير، فقدان الوزن لغير غير مبرر يعني. وطبعا هاي كشفه يكون عن طريق احنا ممكن نسميه تاب سمير او مسحة عنق الرحم. الشيء الثاني اللي ممكن مهم انه طبعا سرطان عنق الرحم هو مرتبط بفيروس الورم الحليبي. فإذا الشخص عنده يكون هاي الفيروس يكون عنده أكثر أرضة إصابته بسرطان عنق الرحم. إيش حكى هاي مهم؟ لأن الحين في لقاح ضده، وأظن يمكن هاي الحين إحنا ما يعني صارت يعني مو incorporated في عندنا لحد الحين، بس في الدول الأوروبية بدأوا يعطون تطعيم حق الأطفال حق لقاح عشان يحمون الأطفال من الفيروس اللي ممكن يسبب سرطان عنق الرحم، نفس ما احنا كنا نتكلم حق هيبتايتس بي وهيبتايتس سي أو هيبتايتس بي نفس الشيء. فما هي وظيفة يعني لقاح الفيروس الورم الحليمي؟ طبعا هو عبارة عن لقاح، هو ثلاث يعني يأخذون ثلاث لقاحات، والهدف انه يحاولون انه يسوون مناعة حق الجسم عن هاي الفيروس. فإذا أصابت بهاي الفيروس يكون عندك مناعة وتقدر تحاربه فيقلل الفرص بالإصابة. طبعا من هم اللي الناس المفروض يتلقحهم؟ هو حق الأطفال أو حق مثلا البنات والأولاد في سنة ما بين 9 و14 سنة، هاي ينصحهم. وممكن احنا نسميه بعد في كاتش اب، أو في ناس اللي مثلا طوفوا هاي السن ممكن من سن 15 أو 26 ياخذون اللقاح. واخيرا بس بتكلم عن سرطان البروستاتا. طبعا سرطان البروستاتا هو اكثر واحد من اكثر الامراض شيوعا خاصه في الرجال مع تقدم العمر. وطبعا الاعراض ممكن تكون اعراض كثيره، مثلا اعراض انقطاع في البول، او مثلا صعوبه في البول، او دم احيانا في البول، ممكن يكون الم في الظهر، خاصة آلام في العظام، فقدان الشهية. وطبعا لو نتكلم عن سرطان البروستاتا يعني لأنه هو كثير يعني شائع جدا في ناس خاصة اللي أكبر من سن 80، شافوا أنه تقريبا 80% في الناس الأكبر من 80 عندهم يعني سرطان البروستاتا. وهاي السرطان أكثر شيء يكون من النوع الخامل، ولكن في ناس للحين يصيرهم في سن مبكر ويكون أكثر شرس من هاي. فطبعاً شلون احنا ممكن الفحص؟ الفحص عن طريقة عن شيئين، وطبعاً على طول لازم نتناقش ويا المريض بخصوص ما هي فائدة الكشف المبكر ضد مضارة، خاصة ان مثلاً نفس ما نعرف احنا معظم الناس ممكن يصير لهم يعني ورم في البروستاتا، ولكن يكون ورم النوع الخامل، فأحياناً حتى المتابعة هو واحد من الخيارات ممكن تكون. فطبعا هو عن طريق الدم، فحص الدم هو مارك راح نسميه بي اس اي. وبالنسبه حق الفحص السريري اللي يكون عند الطبيب. ف بس ممكن اختم يعني اخر شيء واقول انه مثلا بالنسبه حق الوقايه حق السرطانات، تناول الاطعمه الصحيه، الرياضه بشكل دوري، الاقلاع عن التدخين. و بالنسبة حق الكشف المبكر حق السرطانات اللي ذكرت فيها، هاي كلها يعني معظم هاي السرطانات اللي هاي جايد لاينز او هاي الدول المنظمات العالمية اللي تنصح في هاي الفحوصات اللي تنصح للاورام لاكتشافها. طبعا في هناك اورام ممكن اخرى مثل اورام المعدة او اورام الرحم او اورام المبايض اللي لحد الحين ما في اي نوع من مثلا ما نقول الكشف المبكر لها، ولحد احنا ما في جايد لاينز او ما ننصح بالمثلا عمل مثلا تلفزيون او منظار لانه ما شافوا انه هاي له فايده. ففي النهايه الوقايه على طول من الامراض خير من العلاج. و بس
نشكر الدكتورة مها السندي اختصاصية أمراض العوام في مجمع سلمان الطبي لتفصيل هذه بعض أنواع السرطانات الأكثر شيوعا في دول الخليج العربي أو الشرق الأوسط. طبعا مع حالات الاستثناء هناك الكثير من الاستثناءات. يطيب لنا في هذا اللقاء أن نخصص فترة لطرح الأسئلة لتتفضل الدكتورة مها للإجابة عليها. السلام عليكم. معاش جميلة دكتورة جميلة اسمها في الطبيعة. شكرا على محاضرتك القيمة والمفيدة. وفعلا السرطان يجب أن يكون فعلا الوقاية خير من العلاج، ليس في السرطان فقط وإنما في الكون في جميع الأمراض. حسب الجدول، لو ترجعي لي الجدول دكتورة الآن، الجدول قيم جدا يوضح التي نسب الأمراض ممكن الصاج الرابع والخامس. أيوة يعني بعد أمر ون يعني هذا الصاج. ذكرتي إن هناك مختلف كل مرض على حدة، يعني السرطان الأكثر هو سرطان الثدي وبعده يأتي سرطان الرئة وإلى آخره. لم تذكري النسبة الكاملة لكل السرطانات، بمعنى أن مثلا نسبة السرطانات في البحرين أو بعض الأحيان يوضع نسبة السرطانات في دولة معينة 50% 60% 70%، ليس كل على حدة، سرطانات بشكل عام. اوكي. في محاضرة او خلينا نقول نشرت معدل في جريدة الوطن اذا انا مو غلطانة 2014، كانت ارقام مهولة مخيفة واقدر اقول مرعبة، ان عدد السرطانات الموجودة في البحرين يتراوح بين 15 إلى 20 ألف مريض سنوياً، يعني خطير الرقم. أيضاً هاي طبعاً رئيس جمعية البحرين المكافحة السرطان، أيضاً في رئيس أمراض الدم قال 500 إصابة سنوياً. أوكي. دكتور خلينا نقول نسبة انتشار السرطان في البحرين أيضا كتب رقم مهول ومخيف، وهكذا خلينا أقول عشان أوصل إلى النتيجة اللي أنا أريدها. ذكرت المسببات، بالرغم من البحرين مساحتها قليلة العدد قليل، هذه الأرقام أتوقع أن تكون يعني هل إحنا هذه النسبة الموجودة الآن في القاع ممكن تكون بين هذه النسبة واحد أو اثنان من هذا المرض. يعني أنا شخصيا عندي في العائلة اثنين من يعني أربعة أخوان، واحد منهم توفى بسرطان البروستات، الوالد بالبروستات أيضا، يعني أبو عيالي الغدد اللمفاوية، يعني لوت رقم مهم. بتقولي لي الأطعمة، طيب إحنا بلد غير صناعية، إذا من أين هذه الأرقام المهولة تأتي؟ رجاء تحديد النسبة إذا ممكن، يعني لأن النسبة المنشورة 2014 2019 يعني 5 سنوات. هون في دراسة يعني اللي أنا أعرفهم حق البحرين، آخر دراسة سوت كانت في 2012. نعم. اللي هو كانت هاي البيبر اللي جوز ببلش. عقبها ما لحد الحين ما في عندنا أي دراسات بخصوص النسب اللي بالضبط. لو تشوفين بالنسبة حق نسب، يعني أنا بدي أقول لكم ليش أكثر شيء عن البريست كانسر، لأن أكثر الأوراق اللي انطرحت عن البريست كانسر، فأقدر أخبرك بخصوص البريست كانسر بالنسبة حق دول الخليج. البحرين أعلى معدلة بإصابة البريست كانسر، عندنا 40,000 يعني سوري 40,000 يعني الومن بير يير ار دايجنوزد وذ بريست كانسر. طبعا إتس إز ا فيري بيج يعني نمبر وايد ناس يعني هاي. هل هاي لينك تو، يعني هل هاي سببه فقط؟ ممكن عدة أسباب، يعني على طول وقت نشوف شنو هاي شنو عدة أسباب. الوعي العام حق الناس، الأكسس تو هيلث كير،
السكرينينج اوف الهيلث كير سيستم الكومبلاينس حق او مثلا ايش كثر التزام المريض بالعلاج، عده اسباب اللي ممكن مثلا تكون لها علاقه بالنسب يمكن اللي احنا نشوفها. واهم من دي اهم من النسب اهم شيء نعرف نسب الناس اللي يعيشون من السرطان والناس اللي يموتون من السرطان، لان هاي كان تل اس هاو افكتيف مثلا احنا يعني ار وي دوينج از ا كونتري او ايش كثر احنا نقدر يعني هل احنا قاعدين نسوي مثلا زين كبلد ان قاعدين نقي روحنا من الاورام او من السرطانات، مثلا هل احنا قاعدين نوفر مثلا السكرينينج تولز حق الناس effectively or not. في طبعا ناس مكتشة اورام ما لها مثلا ما لها الكشف المبكر مثلا غدد الليمفاوية هالاشياء، ولكن الوعي العام حق الناس طبعا ممكن تقولين دولة مو صناعية، ولكن عندنا طبعا بعد عندنا جيناتيك وايد، احنا عندنا يعني نسب طبعا لان تزاوج و يعني احنا دولة ناس ما قلت بلدة صغيرة ممكن ان نعرف شنو هي هاي الاسباب اسهل، ولكن طبعا هنا المفروض يعني وان شاء الله يكون في المستقبل شوي اكثر يعني ضوء بالنسبة حق يشوفون بالضبط شنو قاعدين احنا قاعدين نسوي او شنو اللي ناقص، وممكن احنا نحسن من معدل الناس اللي مثلا المورتاليتي مالتهم. يعني احنا ممكن يكون عندنا نسبة اعلى، ولكن يعني نسبة اعلى من الناس اللي مثلا يصابون بالكانسر ويموتون، بس what is the cause؟ Are we picking up هاي ناس late in the disease stage؟ And what is the cause؟ Is it because of screening ولا is it because of public awareness ولا is it because of يعني اشياء ثانية؟ ممكن بس الاخ الكريم بعدين اذا كان عشان بس اكبر عليهم. شكرا دكتوره جميله. اخر فاضل. شكرا دكتوره على جيش المكان، واتمنى عليش انك تذهبين لاكثر مكان حتى يكون عمليه اتصال وسمع الناس والناس يسمعوا. فعلي ملاحظه عندي، أنا واحد ما أعرف إنجليزي يعني تكلمتين في 99% فما فهمت شيء يعني فأتمنى عليك يعني اصطلاحات بالعربي على أساس أستوعب يعني. إيه هذه يعني بس الملاحظة. يعني هذه يعني روح عن بالي شنو تقول. لا يعني لأن أنت تكلمتين أنا ما أفهم وش تقول. هي تقول يعني بس عشان أقول لك الشيخ يعني إحنا كنا نقول ليش حكى ما عليه بس خلينا اكمل المجمع افكار. طبعا السرطان ما حد يعرف اسبابه ومسبباته، ولكن في وسائل وهي الحد منه. في مثلا دراسات في امريكا بداوا 1920 البدايه، وش سووا؟ كل المدارس في او كذا ولايه بداوا يفتحون ملفات حق الاطفال من 6 سنوات وهم رايحين يسوون لهم فحوصات دوريه. لما كبروا بلعت أولادهم بدأ البحث يعني الترتيب البحثي لكل هؤلاء، ماذا يجنون، ماذا يحملون أمراض، ماذا يورثون من أمراض. هذه نقطة مهمة يعني نقاط مهمة لي متابعة الوقاية حق الناس. اثنين في كل أوروبا، في اليابان، أنا مثلا رحت وايد اليابان، أي مستوصف تروح على أي مستشفى منظار فلون منظار معدة. اليوم أنت أساس تقلل تكلفة العلاج للفلون، بعض الكيماويات الفلون يكلف 10,000 دولار، 20,000 دولار، 50,000 دولار. أنا أعتقد الفحوصات المبكرة للناس توفر للدولة وللناس. يعني إذا في المستقبل في أمنية إن يصير بداية يحفزون الناس في الفحوصات المناظرية. حتى اليوم أنت اليوم إذا تروح تقولين البروستات يبتدي الناس 30 ناس 50 60، ولكن الفحوصات لا تكلف شيء. ممكن تسوي وقاية.
الفحوصات بالمناظير، يعني لو في المستقبل في بعض المستوصفات في البحرين خلون مع دكتور خاص بالمناظير، يعني مو ضروري انه فيه، ولكن سنتين ثلاث مره واحده الفحوصات للدماء، الفحص للخروج، هذه اهم مهمه للصحه في العالم هي الفحوصات لتدارك الازمات المستقبليه. فشيء مهم اذا لم يكن هناك جدول وهناك برمجه وهناك خطه عمل لفحص هذه الامور احنا بنتكاثر، لان الناس اليوم كثير من الناس يخاف يروح المستشفى، يقول لك انا ما ابغى اكتشف اي ضغط، ما ابغى اكتشف اي سكر، ولكن التحفيز يجب هكذا يكون. يعني اغلب اللي يكتشفون مرض سرطان راح المستشفى قال له تعال حول الطوارئ، الطوارئ حوله طلع عنده سرطان، ولكن لو كان هناك خارطه طريق جدولت الامور هذه يوفر على الناس في الفحص قبل الجينات مثل ما فطرتين، الفحوصات لمعالجته هو في البدور الاوليه. طبعا هاي شفنا عندنا ان شاء الله دكتوره مها شايف في قول الاخ الكريم عن تدارك الامر لانتشار الامراض. طبعا وفر كذا ايمان، وفي بس بنقول الحين شوي بيكون في يعني في اذن الشهور المقبله في بيكون في عيادات كشف مبكر حق اورام القولون شوي شوي مع وزاره الصحه ومع مستشفى الدفاع مع مستشفى الملك حمد، بتكون في عيادات مخصصه حق الكشف المبكر لسرطان القولون، وهي شيء يعني وايد زين من وزاره الصحه. الحين سمعني حق القولون قد شي سنه سنه ونص. ان شاء الله هاي كل يتغير طبعا. يعني تعرف بس احنا عندنا الضغط يعني يكون على ضغط يكون على الطبيب وكذي، ولكن كلامك اكيد صح. الهدف كله من الكشف المبكر هو التقاط الورم قبل حسن في بعض الاورام قبل ما يتحول الى ورم، وقت يكون هو في مرحله لحن في التغير، او يكون التقطه في يعني في وقت مبكر. فان شاء الله يعني هو مثلا في الاورام الثدي الوزاره توفر مثلا الماموجرام اللي موجود يكون في بعض المراكز وفي سلمانيه وعيادات اورام الثدي او يعني الاورام اللي تكون يعني الحين حتى بدون موعد المريض يقدر يدش اذا في شك في الاشعه ان فيها اي تغيرات. وفي يعني من الاطباء من المراكز اللي هم على طول يحثون يعني حق كل النسوان اللي ما بين سن 25 ل 60 اللي هو فحص عنق الرحم والى اخره. شكرا. دكتور شكرا على يعني محاضرتك حول القول الاكبر بحياتنا. اعتقد يعني الخوف من السرطان هو مرض اخص من السرطان نفسه بكثير، يعني جانب النفسي شويه يعني، وهذا طبعا يعني ما يكون في بشكل مباشر كل الدفعة الجانب النفسي مثل ما قال اخوي يعني نص خاطر مثلا تنشف عن نفس الاخر. انا اعتقد يعني في اشكاليه في فهم مرض السرطان حتى الان، العلم عاجز عن الفهم او الاسباب الحقيقيه. كل الاسباب اللي ذكرتيها صحيح وكلامش علمي ومركز ومهم كان بالنسبه كلش، لكن في شويه في امور كان ممكن تسلطين الضوء عليه اكثر. مثلا ان الجانب الوراثي هذه مهم جدا، ان السرطان مرض جيني اساسا. يعني الان الدول الغنيه تحاول تسوي معالجه جينيه ولو انها مكلفه جدا. يعني في المنظومه العالميه الحاليه اللي موجود فيها الربح والخساره لا يمكن بتقليدي الوصول الى معالجه جينيه عامه للبشريه في الوقت الحاضر. ليش؟ لان مساله الربح والخساره، لان الجين
ممكن استبداله، ممكن تغييره، ممكن لاغيره، قصه طويله وعريضه. طبعا الاغنياء والملياردير الكبار يسوون بس لا يفصحون عن الاماكن. نحن نشوف احيانا الكبار يعمرون وايد مثلا وين مطمئنه كظاهره يعني. يعني ارجع واقول انه يعني في عائلات ما تصيب سرطان. شو السبب؟ بالرغم كل يعني الوقايات اللي تفضلتي والتحديث ويهتمون بدخل شرعي وكل شيء. زين؟ انا عندي صديق الله يرحمه تعرفونه يعني يوسف الدين، وهو فارس المنتديات. مات بالقلب بالنهاية، صاله يعني غسلوه رئته، يعني سيجاره ورا سيجاره. ويشرب ليل يوميا، في النهاية القلب ما صاد أي شيء في الجسم. يعني أنا قصدي إن الشيء السر إن في عائلات ما تصيدهم، في عائلات لا متوفر عندهم، لابد في سر معين. هذه يعني من الممكن إذا يعني تلقين بعض الضوء على هذا الجانب الكبير. وشكرا. تفضلي دكتوره. اعتقد دكتوره انك سلطت الضوء عن الجانب الجيني، ولكن نظرا للوقت لم تستطع ان هي تتغلغل في الموضوع. تفضلي دكتوره بها. يعني شوف طبعا كلامك صح، مو كل من يدخن بصيده ورمته مثلا الرئه، مو كل من، ولكن في ناس يكون عندهم قابليه اكثر. وهو دس يعني هاي الشيء مثلا اللي يحفز او اللي مثلا احنا نسميه نوع من السويتش او نوع من الهلون سويتش اللي يقلب الخليه الطبيعيه اللي كانسر سيلز. للحين ما حص للحين ستيل يعني للحين تحت الدراسات، ما حد عرف. وبالنسبه للاطباء الانجليز مؤخرا كتب في يمكن قريتي بالمجلس الطبيه، وبعدين صار عليه نوع من الرد قوي. أحد الأخصائيين قال إنه والله هاي صدفة مثل البخت أنت وحظك. إذا قريت هو ممكن إيه، بس ولكن إحنا على طول نفس ما شبه ممكن يكون أنت وحظك، بس مثلا في أشياء ممكن أسويها تقلل من هاي. يعني إذا أنت بتروح تمشي في هاي واي وفي سيارة زيادة تعرف إنه ممكن تندم، بس يعني تعرف إنه ولكن تقدر تاخذ مثلا المكان اللي فيه المشاة تعرف انه ما بتندعم. فنفس نوع هاي التشبيه. ونفس ما قلت في الحين يسوون نوع من الدراسه الجينيه الكامله، بس هاي طبعا شيء مكلف. وفي في البحرين بروجكت او في في نوع من ال مشروع من وزاره الصحه، وهاي شيء قاعدين يسوونه في سلمانيا، انه يسوون تحليل جيني كله. يعني ياخذون عينه الدم في مختبر الامراض الوراثيه ويشوفون شنو هي، يعني يسمون يحللون نفس ما اقول الحمض النووي حق كل الناس اللي في البحرين. هم بدأوا شوي شوي في يعني الناس اللي عندهم امراض وراثيه، بس لكن شوي شوي هاي بيتطبق حق كله. يعني طبعا هو بيكون كشيء تطوعي، اذا انت تبي تسوي تقدر تروح، بس ممكن هاي شيء بتشوفه في يعني قريبا في المراكز، بتشوف اعلانات حق ان اذا انت حاب ممكن تروح تتواصل مع المختبر الوراثي انه يسوي لك تحليل حق الحمض النووي عشان تعرف. احيانا ممكن تشوف نفس ما ممكن تشوف عائلات ما فيها احنا نفس ما نسميها يعني واحد من الجينات اللي نعرفهم اللي ممكن يسببها، بس فيهم اورام عديده واورام يعني مو لحد الحين متصله في بعض. ولكن هاي الناس اللي ننصح مثلا في الوقت الحالي، هاي ننصح مثلا حق هاي الناس اللي عندهم احنا نسميهم مخاطره عاليه، او الناس اللي عندهم اورام في نفس الاعله، انه مثلا حق التحليل الجيني. وفي يعني تحليل جيني يعني اشياء معينه يعني نحلل فيها، ما نحلل الحمض النووي كامل لحد الحين، ولكن هاي بروجكت قاعد شوي شوي قاعد يصير يعني في البحرين. عشان يعني اذا في بوادر لهذا الامر، عشان احنا بنحتاج اكبر قدر ممكن من الوقت للاسئله حتى تعمل فائده. تفضل استاذ. مساء الخير دكتور، شكرا على المطلع. انا بروفيسور مولتر بايوجين جينيتيك، فارجع للجانب الوراثي.
حقيقة هو السرطان ليش يسموه خبيث؟ لأنه هو ما يعطي إنذار، يعني هو ما يعطي إنذار. واحد بعدين يكتشف إنه ما أحيانا بالستيج كذا وميت. السرطان هو عبارة عن تجمع طفرات، تجمع الطفرات ويصير السرطان. وبالتالي الكشف المبكر من الناحية الجزيئية أنا أتكلم، هناك طفرات معروفة أحيانا بأنواع سرطانات في الجين الفلاني، في الإكسون الفلاني، في الجين الفلاني. تجمع هذه الطفرات يؤدي إلى السرطان. فبالتالي شلون الكشف المبكر؟ أنت من تكشف بعض الطفرات فهذا مرشح قد يكون عنده سرطان. هذا بس حبيت أوقع يعني، هو عبارة عن تجمع الطفرات نهايتها تؤدي إلى السرطان. هنا يجي العامل البيئي. ليش يعني شلون تصير الطفرات؟ نقول تقدم العمر، هذا له علاقه بالريبليكيشن مال الدي ان اي، وايضا تاثير البيئه، نرجع على التدخين وغيره وغيره، كلها يؤثر في عمل هذه الطفرات، يحفز هذه الطفرات اندكشن. بالتالي حسب التعرض ممكن تكون عندك بعضها، لكن مثلا ما تتعرض مثل ما يتعرض فلان. وبالتالي المناطق اللي يكون فيها تلوث بعض المواد، شوف نسبة السرطان تكون عالية، لأنه صارت طفرات وتجمعت واحدة السرطان، وهو عبارة عن شنو؟ خلايا تنقسم إلى خلايا وتوقف، لكنه الخلية السرطانية تنقسم بدون سيطرة، بدون كنترول. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لك العافية. تفضل. شكرا دكتور. عندي سؤالين. تتردد مقولة أن السكر الصناعي هو الغذاء المفضل للخلايا السرطانية، فما صحة هذه المعلومة من الناحية العلمية؟ وكأنه أيضا سؤال آخر كان مر معي من أحد الشرائح أن أحد أسباب الإصابة بسرطان مناطق الرحم نقل العدوى، الاتصال الجنسي أولا، أو ربما قرأت خطأ. سرطان مناطق الرحم كأنه أحد نقل العدوى. طبعا هو اذا كان المريض يعني او الشخص يكون عنده اللي هو فيروس الورم الحليمي يكون اكثر ارضاء حق الورم الحليمي، وهي يعني هاي يعني ينتقل من عن طريق العدوى الجنسيه يعني او الطريق ينتقل من الذكر الانثى والعكس صحيح؟ او حتى من حتى احيانا نشوفها في الذكر يعني ما بين ذكر لذكر، او مثلا خاصه في احنا نسميه في البلعوم وهلون هذا اللي كان صار نشوف حتى الوقت يعني اشبه عفوا بفيروس ما نقص منع النسب انتقال نفس الشيء انتقال يعني. شكرا. وبالنسبه حق السكر وهاي يعني ما في دراسات يعني اثبتت لينك مباشر او مثلا ارتباط مباشر، ولكن هناك ارتباط ما بين نفس ما نقول احنا نسميه يعني او الاكل المكرر المصنع. فعلى طول ننصح مثلا بالاشياء اللي ما تكون يعني نفس ما نقول احنا فيها مواد حافظه، مواد مكرره، مثلا قصب السكر الطبيعي، الاكل مثلا او الطبيعي، بس هل هو مغذي للسرطان؟ لا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتوره ايمان لانك خصصتي الوقت الاكبر للاسئله. شكرا دكتور على ما قدمتي في هذه المحاضرة الكريمة. سيدتي انت قدمتي احصائية من سنة 2011 الآن في 2019 رقم واحد. رقم اثنين انه تختلف البيئة وتلوث البيئة ومن منطقة لمنطقة، لكن ما عندكم ما يشير إلى هذه المناطق، هل هي تكثر مثلا بالقرب من مصنع الألمنيوم أو بالقرب من الهوائيات اللي تعطي للاتصالات؟ هذه الفكرة. هاي بالنسبة إلى التلوث. بالنسبة إلى الحروب التي في المنطقة سواء كانت من إلى لحد 2019 نحن نعيش في سماء واحدة، في هواء واحد، في تلوث واحد. ما يجري في البلاد العربية نحن أيضا نستنشق
لذلك لابد من الدراسات والبحوث العلمية. بعدين في شكر خاص إلى وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة بالفعل من قبل قامت بجمع عينات من بعض المناطق على أساس بطريقة العينة العشوائية، إنه والله سين من الناس هل تقبلين في إنه نحن نفحصك من أجل سرطان الثدي وإلى آخره. لكن هذه كانت يمكن حوالي 2011 أو 2012 إذا ماني غلطانة، لغاية الآن ما عادت بشكل دوري، ولا بد من إنه من اتباع كما يمكن ذكر الأخ جعفر، لكن بطريقة الفحص الطبي الدوري الشامل، هذا بيكون بالفعل وقاية خير من العلاج. صحيح نقوم بالرياضة ونقوم بالطعام الصحي وإلى آخره، لكن إحنا ما ندري هل يا ترى بناء الحجر وقطع الشجر له أثر؟ يعني في كثير من الأمور لابد من مراعاتها وقراءتها بشكل علمي بحثي. وشكراً جزيلاً للأختين. شكراً أستاذة. بارك فيما تفضل فيه الأخت الكريمة. لأنه ما في إحصائيات جديدة. طبعاً ما في إحصائيات، يعني بعد 2012 كان آخر إحصائيات، يعني ما في إحصائيات بعد. يعني تضربي بعشرة؟ يعني أنا لا نريد أن نشير، اسمح لي دكتورة، مثلاً في هناك مناطق معينة في مثلاً محفزات لهذه الأمراض. ولكن مثل ما تفضل دكتور كان تجمع وطفرة، يعني سبحان الله الله يغينا ويغينا. يعني هو عادي بالسيارة، يعني تلوث البيئة، أشياء كثيرة من الحروب، من القنابل اللي عم تنزت علينا الغبية والذكية إلى آخره. هو في يعني بالنسبة بس تعقيب على الكلام اللي قلتي، على طول وقت إحنا بنسوي دراسة لازم إن نقدر يعني نقدر مثلا إحنا نقيس الشيء. فواحد من الأشياء الصعبة اللي شلون تقيسين هاي، تقيسين مثلا نسبة التلوث أو تقيسين نسبة هاي، وهل مثلا تشوفين هل اللي تشوفينه يعني هل هو صدق إنه هل في يعني واصل ما بينهم ولا لا؟ هل هو بس يعني بالهب تعرفين إنه ممكن هاي؟ فهاي واحد من الأشياء اللي صعبة إحنا دراستها، وقت اللي تشوفين شو ما هي مسببات الأورام أو شنو هي الأشياء اللي تسبب الأورام؟ البحوث العلمية. إيه طبعاً، وهو شيء أخذ صاحبي. والشيء الثاني بخصوص الحروب، ما حروب طبعاً هاي معروف إنه مثلاً إحنا نعرف مثلا الايام اللي مثل حرب اليابان وكذي، وشافوا ان طبعا هاي الناس اللي كانوا يعني عندهم ايام حروب اليابان اللي كان مثلا اللي كان نيوكلير نسميهم، ما تنزل اكثر عرضه مثلا حق سرطانات الغدد الدرقيه الى اخره ورام الراس الهاي. ولكن يعني ما هاي بابا تشوفين الحين، بس متى شافوا عقب 10 سنين و15 سنه من هاي من ما يعني صارت الأشياء. تفضل الأخ الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، ونشكر الدكتور على هذه المحاضرة القيمة، نشكر مركز كان على إقامة هذه الأنواع من المحاضرات المفيدة حق الناس. عندي سؤالين. السؤال الأولي، تكلمت الدكتور عن الأمراض عند النساء، يعني أعتبر ومن الجنسين الذكر والأنثى، يعني عقب السن 40 أعتبر ينزل يعني جسم الإنسان يصير لهم يعني تغيرات، يعني مثلاً في لو قلتي مثلاً خلنا نأخذ مثلاً النسوان يصير لهم مثلاً أمراض أنواع من السرطانات، يعني في تنصحين عقب سن 40 كل واحدة تسوي فحوصات كل كم، يعني كل 6 أشهر أو سنة، يعني كل نوع من المرض عشان حق الوقاية، وكذلك حق الرجل نفس الشيء، خاصة من نسبة المرض سرطان البروستات. يعني هاي نقطة. النقطة الثانية طال عمرك من الجنسين بعد ذكر وأنثى، الأمراض اللي فيهم هاي اللي يصيرون أكثر شيء عند المتزوجين أزيد ولا الأزواج؟ السرطانات يعني. قصدي يعني مثلاً إذا كنا سرطان البروستات عند الرجال، المتزوج عنده أكثر ولا الأزواج هاي الأصل؟ والنساء.
بس بالنسبه للسؤال الاول طبعا احنا اللي ينصح فيه الكشف المبكر بالنسبه حق كل السرطانات اللي فقط انا تكلمت عنها اللي هو من المنظمات العالميه ومن مثلا كل الكانسر سوسايتيز اللي ينصحون فيها بالنسبه حق الكشف المبكر حق الاورام الثدييه، عنق الرحم حق النساء، القولون حق النساء والرجال، اورام الرئه للنساء والرجال، والبروستاتا في لها جانبين. في لحد الحين نفس ما نقول الكشف المبكر حق البروستاتا للحين تحت نفس ما نقول نخليه خيار للمريض، لان نفس ما قلت لك تقريبا 80% من شافوا الرجال اللي عمرهم 80 فيهم ورم في البروستاتا، بس نفس ما قلنا هاي الاورام اكثر شيء تكون من الاورام اللي مثل حتى ما احنا ما نسمع ممكن ما نعالجها، بس نخلي المريض تحت المتابعه لانه ما يكون يموت من ورم البروستاتا، يكون اشياء ثانيه اللي اكثر شيء تسبب يعني بالنسبه حق شيء ثاني انه هي الاورام اكثر عند الناس اللي مثلا مسوجين او غير مسوجين ما في صلاه بالنسبه حق هاي. تفضل امين راد استاذ عيسى هجرس حياتي. مساء الخير دكتوره ايمان، دكتوره مها، واحييك يعني لما انت تحفين بابنائك الكبار في القامه في العلم. هاي مره ثانيه نستضيف الدكتوره، المره اللي قبل مع الدكتور طلال، واهلا وسهلا بالمركز، احييكم. دكتوره طبعا هاي المرض هو المرض الخبيث العصي على فك شفرته عبر العصور عبر الدهور، يعني الكل يعرف ان حتى المومياءات المصريه فيها الفراعنه ماتوا بهذا المرض على حسب الاكتشافات. دكتوره انا اللي ابغى اقوله يعني هل في الافق اليوم كل يوم يقولون لنا باكتشاف دول شويه بس يعلنون عنه في الخبر يطلع لك محطه اخرى تكذب هاي الخبر. يعني استعانات كثيره بالكريات الدم البيضاء ياخذونها يحقنونها بانجكشن اكتيفيشن باي شيء تجيبك يردون تقاطع عقب يطلع لك خبر كله يقول لك احنا نقول مستقبل البشريه. يعني قال لي احد الاصدقاء يقول كنا نشتغل يا بعض يقول لي هسه متى بي يوم اذا واحد غاب تساله يقول لك والله بس معلش انا يومين عندي شوي سرطان ضايق عقب كم من يوم يعني كنا انفلونزا او كنا شيء. اقول متى نحلم البشريه تحلم هاي الشيء. انت كدكتوره اليوم احنا في البحرين هني في يوم من الايام انا سمعت دكتور في الجامعه يقول انا انتظر براءه اختراع يعني توثق حقوق الملكيه فكنا شفره احد السرطانات. يعني انا ما ابي انت ك يعني استاذه وكدكتوره من عمق البحوث العلميه يعني احنا عندنا بحوث في البحرين تجد اسباب يعني ولا بس احنا معالجين؟ هل في بحوث تبحث في الاسباب؟ احنا اليوم عندنا نسبه كبيره يعني البلاستيك دخل علينا قرعه في كل الاشياء والكل قاعد يتكلم عن البلاستيك في اكلنا في شرابنا. هل في بحوث علميه حقيقيه وما هو الدواء اليوم اللي البشريه تنتظره حتى لو عقب 50 سنه؟ هل في امل لهذا المرض؟ شكرا. احنا جينا من ان نعالج الاورام بالجراحه فقط، ليه ما احنا نسميه على طول قاعدين يعني نعالج الشخص مو الورم؟ لان كل ورم غير في كل شخص، ممكن شخص يكون عنده نفس الورم نفس النوعيه بالضبط بس مثلا بيتصرف غير في شخص في شخص. ففي الحين يعني احنا ورغون على طول يعني ممكن صبحوني شوي لانجويج او ترمينولوجي بيرسونلايز ميديسن وايد يعني فوايد تغيرنا من بس جراحه صرنا الحين بعدين عقبها صارت العلاج الاشعاعي عقب العلاج الاشعاعي اكتشفوا العلاج الكيماوي عقب العلاج الكيماوي اكتشفوا انه لا في ناس يحتاجون علاج كيماوي بعد العمليه في ناس يحتاجون قبل العمليه عشان نصغر الورم. الحين في الايام المقبله في قاعدين نشوف شنو اللي هو علاج اللي احنا نسميه الاميونوثيرابي يمكن سمعتوه او العلاج المناعي. هاي يعني قاعد يجي بصوره اكثر يعني في البحوث العلميه. في العلاج اللي هو الموجه
اللي مثلا نعالج الخلايا اللي تكون غير طبيعيه. طبعا هاي مو في كل انواع الاورام، في بعض الاورام مثلا في اورام الرحم، في اورام سرطان الثدي المستعمل، في اورام الرئه خاصه اورام الرئه الغير مدخنه، نشوف شنو الجين او شنو اللي مثلا في بعض الاشياء اللي موجوده، ما بيعرفش في اشياء علميه وايد، اللي مثلا اللي يكون في الخليه نفسها ايه هي الدرايفر احنا نسميه، او هي اللي ممكن تسيق الكانسر مثلا يتكاثر بصوره تقيل يخلي الورم نشط يعني. وهاي ممكن مثلا احنا نقدر مثلا ان ناس ما تسوي له بلوك او شيء يعني. فالعلاج وايد يعني اختلف الحين مما كان عليه يعني قبل، بس هل لحد الحين they found يعني شنو التريتمنت حق الناس خاصة اللي شنو الناس الورم يعني ايش حق الناس يموتون من الورم؟ مو من الورم يموتون، اذا الورم كان منتشر الناس ما يموتون من ورم في early stage او في حالة يعني مبكرة ما يموتون منه، بس يموتون اذا الورم انتشر، لأنه يصير شنو يصير مقاوم حق العلاج، يصير مقاوم يصير يعني. فأحيانا حتى لو انت في المرضى احنا اللي عندنا يستنفذون كل العلاجات، احنا نسوي جينيتك مثلا او نسوي نوع من التحليل الجيني حق الشخص، بس هاي يعني احنا وي ريكومند او اللي ننصح فيه في الاورام النادره اللي تكون يعني اوريدي استنفذت العلاجات الموجوده وهاي ورم نادر، فنسوي تحليل جيني اللي نشوف شنو مثلا العلاجات الكيماويه اللي ممكن تشتغل. بس لحد الحين ما نعرف ان هل هاي العلاجات نفسها يعني مو شرط المريض ياخذ العلاج بس ما يستجيب له، بس لانه هاي الورم ما يكون مثلا ما يكون هاي الميوتيشن او ما يكون هاي الخلل هو درايفر ميوتيشن. ف this is where we're at. فيعني على طول يكون شيء بتشوف على طول تغيرات، وفي ناس يقول لك الحين في محبوبة تعالج يمكن كل من سمع عنها لركتنا وكل من يتكلم كل المرضى يجون يقول في حبوب تعالج أي نوع، وفي صح في علاج immunotherapy حق خاصة مثلاً أو علاج مناعي حق بعض أنواع الأورام اللي مثلاً عندهم نوع مثلاً من شيء اللي نسوي في الجين يكون الماركر مرتفع، إيه بس هاي موجود في نسبة بسيطة، موجود في 2% في الناس اللي فيهم كانسر يعني، وهذه ريكومندد حق الناس اللي طبعا منتشر يكون. واذا انت عندك هاي الخلل بغض النظر بشنو هو الورم، في علاج له اللي هو الاركتين اللي هو الحبوب اللي يعني هاي، بس انت تتكلم عن 2% من الناس، كل الناس اللي فيهم كانسر اللي عندهم هاي الخلل في الجين، فيعني هاي نسبه كلش بسيطه. ويعني لحد الحين ما يسوونه لانه طبعا على طول نفس ما اي شيء بتشوف السعر والهاي، وبتشوف هل مثلا احنا نسوي يعني نحلل كل من على 2%، لان انت تخيل القدر الهائل من يعني الدولارات والبيزات اللي يعني هاي. فعلى طول بعد في جزء نفس ما نقول احنا الناس يفكرون بعد الجزء المالي من هاي الامور، وهاي يعني شيء ثاني يعني اللي يحدد يعني اشياء ممكن تكون متوفره بس احنا ما نسميها ستاندرد اوف كير، لان ليحن مو في يعني مثلا مو كل من يستعملها، لان اكثر شيء هاي السبب يكون. طبعا في الدول الثانيه الاوروبيه وهالاشياء يمكن تشوف غير، لان عندهم مثلا ما عندهم فري بابليك كير يعني ما عندهم مثلا العلاج يكون بنزات او بدفع مو من مجان يعني من الوزاره، فهي يفرق كثير وين تروح مثلا دوله مثلا نفس اليو كي او نفس اوروبا مثلا نفس الولايات مثلا مثلا اليو كي غير، لان الوزاره تدفع هي حق الناس، فحتى تشوف الاشياء اللي يستعملونها غير عن الاشياء مثلا في امريكا. الأشياء في أمريكا كلها من 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 ال يعني insurance company، فوايد يفرق هاي الشيء بعد. شكرا سؤال الحليب نفتح شرف الغد دائما. يعني شنو الشيء الواعد يعني؟ إن شاء الله نفس النقطة. إذا ضمي عشان بعد قبل نختم بعدين الشرف الثاني. إذا في نفس النقطة. يعني الآن في علاج جديد جدا. السلام عليكم دكتور.
دكتورة جميلة، بعدين ننتقل إلى نفس النقطة، لأن يعني أنا ما بسأل سؤالي الأصلي، إنما لأن سؤالي مرتبط بهاي الجزئية. لما قلتي بأن يعني الشخص يموت لأنه هو منتشر عند المرض، البعض عندهم ستيج 3 ويعيشون سنوات 9 و10 و12 و15، بس هناك نوعين من السرطانات إذا أنا إذا صح يعني معلوماتي، اللي هو مشكل ونانموشكل، اللي هو هاي حق أورام اللمفاوية فقط، هاي اللمفاوية فقط، يعني مو كل أنواع السرطان ممكن يكون خبيث، يعني خبيث جدا، لا بس أنا حسب معلوماتي إن أيضا هنا في المعدة بعضه يكون جدا خطير وبعضه يكون قد يكون أقل خطورة. عشان كذا أنا أتكلم عن الحياة والموت، طبعا يعتمد على الحالة النفسية للمريض، تقبل المرض، مقاومته النفسية والشخصية، طبعا كل العلاجات الكيماوية والأمور، ولكن أتكلم عن هذه الجزئية في حالة نوعية السرطان. أوكي مثل ما قلتي أنت في اللمفاوي، بس only this يعني بس في اللمفوما. احنا طلبنا قرر اي هاي حق اللمفوما، بس وقت القرار اي علاج يعني على طول نشوف اكثر، يعني شلون احنا اول شيء نشرح حق المريض، لازم نعرف شنو الورا، لازم نعرف شنو الستيج من ورا، وشلون نعرف الستيج من ورا، نعرف الستيج يعني او مرحله اللي ورا من خلال ثلاث اشياء. طبعا هل الورم منتشر في مناطق ثانيه ولا لا، هل الغده اللمفاويه متاثره ولا لا، وال حجم الورم. اوكي هاي خبرنا عن الستيج ورم، ولكن هناك اشياء ثانيه دلالات، مثلا هل الورم من النوع اللي ناس ما نقول يشبه الخلايا الطبيعيه، فهيكون اكثر مثلا غير شراسه، وكل ما الخلايا صارت غير طبيعيه وصارت يعني ما تشبه الخلايا الطبيعيه فيكون اكثر شراسه. في اشياء ثانيه نشوفها، مثلا احيانا نشوف مثلا الاورام تكون يعني داشه في ناس ما نقول احنا يعني تغزو الأوردة الدموية، فهاي يقول لنا انه اوكي هاي المريض عنده ريسك اكثر، او عنده مثلا مخاطرة اكثر ان الورم يكون انتشار وهالاشياء، حتى لو المرحلة المبكرة يمكن ننصح احنا بالعلاج القمر، لان هاي الاشياء ما اشترعت خطورة. اوكي شكرا دكتورة. هي السيدة والاخ الكريم تفضل. شكرا دكتورة مها على هاي المعلومات القيمة، بس حبيت يعني اقول كومنت عندي. الحين مرض السرطان حسب التعريف اللي هو الدبليو دبليو ريكومنديشن، ان السرطان الحين يعتبر كرونيك ديزيز، يعني واحد من الامراض اللي هو المزمنه. عرفوا السرطان انه واحد من الامراض المزمنه، لان كثير من الناس يصابوا بالسرطان ويتعايشون معه، يعني يعيشون سنين بهذا السرطان يعتبرون سرفايفر. فالحاله حال مرض السكر، مرض الكوليسترول، مرض ضغط الدم، يتعايش الانسان معاه، ياخذ ادويته ويعيش، فهي يعتبرون سرفايفر. فلذلك منظمه الصحه العالميه حبت يعني تقول بما ان الحين الطب تطور والعلاجات تقدمت، فاعتبروه واحد من الامراض المزمنه. هاي النقطه. النقطه الثانيه اجابه حق سؤال الاخ اللي قال هل اكثر اصابه للناس المتزوجه او غير المتزوجه، يعتمد على نوع السرطان. مثلا بالنسبه حق انا كاستشاريه اورام نسائيه، مثلا عندنا مرض اللي هو سرطان عنق الرحم. عن قرح يصاب النساء المتزوجات او اللي لهم علاقات جنسيه اكثر من النساء اللي ما لهم علاقات جنسيه. السبب طبعا ليس جيني، السبب بسبب الفيروس الاتش بي في اللي هو يسمونه فيروس الورم الحليمي. هذا الفيروس ينتقل عبر الاشخاص، عبر التزاوج، عبر العلاقات الجنسيه سواء كانت شرعيه او محرمه. طبعا يزيد في نسبه الاشخاص المتزوجين، تختلف عن الاشخاص غير المتزوجين. بعض انواع السرطانات الاخرى ما لها علاقه بالجينات، ممكن لها علاقه بالهرمونات، مثل هرمون مثل سرطان الرحم. الرحم يعني يمكن نوع واحد اللي هو اللينش سيندروم له علاقه بالجينات، بس باقي اللي هو اورام الرحم لها علاقه باللي هو زياده الهرمونات، خاصه للنساء اللي تحدث لهم الدوره الشهريه في سن مبكر وتنتهي في سن متاخر، تعرضهم لهذا النوع من الهرمون يسبب لهم سرطان الرحم. بالإضافة إلى هرمون سرطان المبايض، مثلاً خلينا نقول كل نوع له مسبباته ولا طرق علاجه ولا تشخيصه، فيختلف يعني من شخص إلى آخر. طبعاً أنا أحب أشكر وزارة الصحة وفرت لنا بعض طرق الوقاية وخاصة لنوعين من السرطانات وركزوا عليها بالنسبة للمرأة، اللي هو سرطان الثدي. عندنا الماموغرام متوفر في كل مستشفيات الدولة، في كل
مراكز الدولة خلي تقريبا 3 مراكز موجودة بالإضافة إلى مستشفى السلمانية وقوة الدفاع والملك حمد، مركز عالي، مركز النعيم، يعني موجود في معظم مناطق البحرين اللي هو الماموغرام، بالإضافة إلى مسحة عنق الرحم بالنسبة لسرطان اللي هو عنق الرحم. المسحة طبعا شخصت خلي 90% من اللي هو السرطان في بدايته، مسحة ما تاخذ 5 دقائق وبدون ألم وسريعة وبسيطة وبلاش مجانية، موجودة في كل المراكز الصحية. ممكن السيدات من سن 21 أو بعد 3 سنوات من الزواج يقومون بعمل المسحة النسائية للكشف المبكر والوقاية من هذا السرطان. شكرا دكتورة وفاق، يعني نبي المحاضرة من عندنا اسمها المرة ان شاء الله. سلام الاخر ان شاء الله بنهاية الاستاذ نختم لقائنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يا دكتورة سلمي على خوال عشان كنت حق امي شلت وصل سلام ما وصلت. يبلغ خوالك المرة اقول لها. دكتورة حابة اعتقد 91 الأمريكان كانوا يقرون القنابل بالنيلوم المخضب. اليورانيوم المخضب. دكتورة اليورانيوم المخضب هو الوسخ يورانيوم المخصب. ومبدأ دار مدارها كلها أمراض يعني. المهم دكتورة هل الأطعمة اللي ناكلها الدياي أو الأسماك أو هل دكتورة عوادم السيارات تعمل السرطانات؟ وهل دكتورة اللي ياكل خضروات وآخره هل توجد لنا نوع الحماية نوع من البقايا الذاتية؟ وشكرا. أنا سامح مسير فنان الكبير. طبعاً بالنسبة حق سؤالك إن هل اللحوم والدجاج اللي يعني بالنسبة حق طبعاً على طول هاي اللحوم طبعاً اللحوم معروف عنها إن هي لها أو الناس بياكلون لحوم أو أكل مثلاً إحنا نسميه فيه هرمونات أو فيه هاي يزيد العرضة. حق سرطان غرهم يعني مسبب هاي بس واحد من اللي ممكن الاشياء اللي زيد العرضه حق مثلا سرطانات بعض السرطانات مثلا سرطانات خاصه سرطانات القولون. وهل النباتيين يعني اقل يعني في دراسات تقول بعض السرطانات مثلا سرطانات اقل عند الناس النباتيين لانه بسبب هاي بسبب يعني اللحوم قلت لها اللحوم وقلت الاكل اللي هو مثلا اللي فيه هرمونات وفي مصنع وفي مثلا مواد حافظه هالاشياء. والاسماك بالنسبه حق شنو يعني مثلا؟ بحر الخليج اسماك ملوثه طبعا ملوث يعني ما اقدر اقول لك من ناحيه علميه ان في اي دراسات يعني ان بالنسبه حق اللاي يعني مو على حد علمي يعني فما ابي اقول لك شيء انه ما يكون صح لان اللي لازم اذا بقول لك شيء لازم يكون على دراسه او على مثلا شيء انه يكون لينك مثلا او شيء انه يكون موجود فيه صله. بس بالعكس هو الاكل الاسماك والسلمون والاوميجا 3 هاي يقي من الاورام. عوادم السيارات بالنسبه حق التلوث البيئي اقدر اقول لك يعني بالنسبه حق التلوث البيئي زيد العرضه حق الامراض المزمنه حق الرئه. امراض المزمنه حق الرئه بعضها يزيد العرضه حق السرطانات خاصه سرطانات الرئه وهالاشياء. اخر سؤال ان شاء الله والاخت الكريمه تفضلي. السلام عليكم. بالنسبه لورم الغده الدرقيه ما احنا نروح ناخذ أشعة حق الأسنان يقولون لازم يطلبون وقته لأنه تسبب بعد ورم. لكن لما إحنا نروح ونطلب وقته يقولون الكلام غير صحيح وما عندنا وقته فشنو يعني هل تسبب ولا ما تسبب؟ طبعاً هو يعتمد على نوع الأشعة ويعتمد على العمر المريض ويعتمد على هالأشياء. فعلى طول نفضل إنه يكون في وقته.
المفروض انه يكون في وقع، لان احنا نعرف ان خاصه في اورام الغدد الدرقيه ان مثلا اكس راي او راديشن اكسبوجر، طبعا احنا ما نتكلم عن اكس راي واحد الواحد بيسويه في العشر سنين، نتكلم عن راديشن اكسبوجر، يعني احد مثلا يتعرض حق مثلا اشعاعي اشعاع مثلا بكميه كبيره مثلا، بس اكس راي واحد بيسويه في العشر سنين ما اظن هاي تويل كوز يعني أو بسبب الضغط. استاذ جعفر كان عنده سؤال. إضافة بسيطة، الأدوية الكيماوية اللي يعطونها يصيبون السرطان، دائما الأطباء في العالم يقول هذا ليس علاج، هذا يريح المرضى، يعني المريض حينما ياخذ الكيماوي يعيش بقايا حياته، ليس متألم، لا يعاني من الألم وليس علاج. شكرا. بس نقول على طول يعتمد احنا شنو النيه اللي نعالج فيها. اذا نيه العلاج يعني المرض غير منتشر احنا نسميه وقايه، فهو يقي من الخلايا اللي تكون موجوده، ما تنشاف بالعين المجرده ولا ما تنشاف بالاشعه الدقيقه، اي نوع من الاشعه، خاصه في الناس اللي نفس ما قلت لك يكون مرحله متقدمه عندهم دلالات تقول لنا انهم اكثر عرضة للمرض، يرجع لهم مره ثانيه، يكونون اصغر سنا الى اخره، فهاي يكون كوقاية، نعطيه كوقاية كمكمل للجراحة، لأن مثلا أحيانا الجراحة بروحها ما تكون كفاية، ويا الجراحة ويا مثلا علاج الكيماوي ويا العلاج الإشعاعي مثلا يكون هاي كلها مكمل، ولكن للمرضى كلامك صحيح، مرضى يكون الورم مثلا منتشر في مناطق معينة ويكون مرض مرحلة الرابعة منتشر، الهدف من العلاج ليس شفاء التام، الهدف من العلاج انه يطول في عمر المريض، يقلل من الاعراض، ولكن على طول يكون في حساب شيء ثاني. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتورة مها ابراهيم السني اختصاصية امراض الاورام في مجمع سلمان الطبي، كما نشكر مركز كانو الثقافي لتحت الفرصة للاستفادة من جميع صنوف وأشكال المعرفة والثقافة والعلوم، كما نشكر الأستاذ علي عبد الله خليفة الصراحة التقدمي، نشكر جدير الشركة، ونشكر أيضا أمين عام الأستاذ عيسى الدروس التبديلة، وشكرا للحضور لتفاعلكم، شكرا ايضا لاسئلتكم حقيقه لاثرت هذه المحاضره، والى لقاءات اخرى ان شاء الله. و اعضاء الاداره